الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا جزء من الإصحاح 16 في إنجيل معلمنا لوقا البشير، وهو إنجيل يوم الاثنين من الأسبوع الرابع في الصوم المقدس. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقبه، وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت من الوكالة يقبلونني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده، وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بس زيت، بس اللي هو اللتر يعني. فقال له: خذ سكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح، كر اللي هو زي الكيلة، 12 كيلو يعني، 100 كر قمح. فقال له: خذ سكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم، إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. زي ما ابتدينا اجتماعات الصوم، قلنا إن القراءات في أناجيل قداسات الصوم المقدس تمتاز بأسئلة، وكأن هذه الأسئلة يطرحها الله علينا علشان الإنسان يصلح من نفسه. قد تكون الأسئلة صريحة وواضحة، وقد تكون الأسئلة بالتلميح، أو الجزء الإنجيلي اللي بنقراه هو بمثابة إجابة على سؤال ضمني. إنجيل اللي قريته أو فصل الإنجيل يوجد فيه السؤال واضحا، السؤال الذي يقوله السيد والمرموز له بالله في هذا المثل: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك. ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك. وده سؤال من الأسئلة الحياتية لشخص الإنسان في حياته على الأرض، وكأن السيد المسيح يسأله لك في كل حين: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ وهذا السؤال وقفة لكي ما يعيد الإنسان نظرة في نفسه ويصلح من ذاته. القصة باختصار في هذا المثل أنه يوجد سيد له وكيل، وهذا الوكيل هو الذي يقوم بأعماله، والمفترض في الوكيل أن تكون أمانته 100%، فالأمانة لا تتجزأ. هذا الوكيل وصلت أخبار عنه أنه لا يقوم بمسؤوليته جيدا. كانت النتيجة أن دعاه سيده وابتدى يطلب منه إنهاء هذه الوكالة. فهذا الرجل الوكيل تصرف بصورة ما، وقعد يفكر بينه وبين نفسه: إيه اللي ممكن أعمله؟ قال: أنا بعد كده هطرد ومليش مكان، طب أعمل حساب المستقبل. فابتدى يجيب مديوني سيده
واللي عليه 100 يخليهم 50 واللي عليه 100 يخليهم 80. وقال يعني بقدم عمل بحيث ان الناس ده هي تقبلني بعد ما اطرد من الوكالة. دي قصة المثل باختصار. قبل ما اشرح وياكم بعض التأملات في هذا المثل، الكتاب المقدس بيشرح في بعض أصحاحاته موضوعات كاملة. يعني مثلا لما نمسك كورنثوس الأولى 11، كورنثوس الأولى 13، فنجده إصحاح عن المحبة، كل الإصحاح عن المحبة. أو عبرانيين 11، كل إصحاح عن الإيمان. أو متى 23، كل إصحاح عن الويلات، ويلات الموجهة للسلوك المنحرف، وهكذا. هذا الإصحاح لوقا 16 هو إصحاح عن المال، عن المال، وهو الإصحاح اللي بيجي ورا على طول إنجيل الإبن الضال في لوقا 15. يعني وكيل، الوكيل شخص يؤتمن على جزء من ثروة سيده أو مما يملكه سيده، والمفترض فيه الأمانة مطلقة، فهو لا يملك ولكنه يدير. وهذا الوكيل يجب أن يعرف تماما من أين تأتي الثروة، هي تأتي من عند سيده فهو لا يملكها، ويعرف أيضا أنه في ذات يوم سيقدم حسابا عن هذه الوكالة. بهذه الصورة يصير أو تصير الوكالة مسؤولية. شخص يكون وكيل في أي عمل أو أي شيء هتكلم عليه دلوقتي تصير مسؤولية، والمسؤولية جاية من كلمة سؤال. فذات يوم سيقف الإنسان أمام الله ويسأل، عملت إيه؟ وكل البشر الذين يخلقهم الله على الأرض يعطيهم شكل من أشكال الوكالة، كل البشر بدون استثناء يعطيهم شكل من أشكال الوكالة، ومن هذه الوكالة تصير المسؤولية، وعن الوكالة تصير الأمانة، هي المقياس لحياة البشر. إيه نوعيات الوكالة؟ في نطاق الأسرة ممكن الزوج هو وكيل عن أسرته، هو مسؤول، والزوجة بالمثل مسؤولية، وسيسأل الإنسان عنها أمام الله. ولذلك في تكوين الأسرة أو في اختيار شريك الحياة مسؤولية، لا يجب أن تكون هذه المسؤولية خاضعة للعواطف فقط، دي مسؤولية. يعني وإنت بتختار وإنت بتختاري، في يوم من الأيام هتقف قدام الله وتسأل عن هذا الاختيار. الطالب أو الطالبة في دراسته هو وكيل على ما يدرسه، بيحطوها في إطار نظامي، يقولوا سنة دراسية أو سنة جامعية، والطالب وكيل عن هذه الدراسة، مسؤول عنها. ويأتي يوم يسموه الامتحان، يتقدم فيه الطالب ويسأل عمل إيه في طول السنة. أيضا الأب والأم في البيت لهم وكالة عن أبنائهم، فمسؤولية التربية كما يقول واحد من النساك أن إكليل تربية إنسان يساوي إكليل نسك راهب، ده لها إكليل. فإذا كان الإنسان الأب والأم أهمل بأي صورة فتكون وكالته ما فيهاش أمانة كافية، وبالتالي يسأل أمام الله. ده في بعض الدول المتقدمة
لما بيجدوا الأب أو الأم في حالة استهتار من ناحية التربية بيسحبوا أولادهم منه، يقول لك إحنا الدولة اللي هنربيهم، وينشئوا بيوت خاصة بهذا، وكالة مسؤولية. الشماس والكاهن والأسقف في الكنيسة هو وكيل، هو وكيل عن الخدمة. الشماس مسؤول عن شموسيته، ودي مسؤولية شخصية، وهكذا الأب الكاهن، وهكذا الأب الأسقف مسؤول عن رعيته، عن كنيسته، عن إبرشيته، عن خدمته، دي وكالة. الله يمنحها ويعطي للإنسان إمكانية هذا العمل، بس يوجد يوم يقف فيه الإنسان ويسمع هذا السؤال: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ أعطي حساب وكالتك. نفس الكلام ينطبق على التاجر، على الصانع، على العامل، على البائع، على الشاري، في دوائر العمل، في دوائر الاقتصاد. وكالة، ده توجد نوعيات من الوكالة أوسع من الحاجات اللي أنا ذكرتها. فمثلا الإنسان وكيل عن وقته، مسؤول عن وقته، العمر اللي ربنا بيدهن. وقتك وعمرك نتساوى فيه جميعا، كل إنسان في كل صباح بياخد 24 ساعة جديدة، سواء كنت خادم أو خادمة، أو بتخدم في دائرة الكنيسة بأي شكل من الخدمة، في التكريس، في العمل. وقتك كيف تستغله ال 24 ساعة دول؟ ونسمي الوقت العطية التي لا تستعوض، ما أقدرش أجيب بدلها. الساعة لما تعدي أو الدقيقة لما تعدي ما أقدرش أجيب بدلها. ولذلك الإنسان الوكيل عن وقته، أو المسؤول عن وقته، أو الأمين عن وقته، يلزم أن يكون في منتهى التدقيق ومنتهى الالتزام. من علامات تقدم الشعوب الالتزام بالوقت. 5 يعني 5. عندنا في الشرق الدنيا واخدة راحتها شوي، فيقول لك هقابلك بكرة. بكرة ده يعني بكرة إمتى؟ الصبح، الظهر، بالليل، فين؟ أهو قابلك بكرة وخلاص، أو الأسبوع الجاي. وكالة ومسؤولية عن وقتك. يعطيك الوقت الله ويجعلك وكيلا عليه، يعطيك العمر ويجعلك وكيلا عليه، بتتصرف فيه إزاي؟ أيضا كل إنسان مسؤول عن الصحة، صحتك. الصحة التي يعطيها لنا الله هي عطية سامية، ولذلك تلاقي الدول بتبذل مجهودات وأموال كتيرة عشان تكافح العادات الشريرة زي الإدمان مثلا، لأن الإدمان ده بيجعل الإنسان غير أمين على صحته. يعني لما إنسان بيتعلم عادة من العادات الرديئة، أو ممارسة بعض العادات الرديئة، أو استخدام الدراجز، أو المواد الإدمان بأي شكل من الأشكال، ما هو صار في هذا أنه إنسان غير أمين، فيستحق أن يسمع السؤال: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطيني حساب وكالتك. يبقى إنسان غير فعال في المجتمع. الصحة تحتاج للإنسان أن يصونها، يحفظها. العادات الرديئة بأي صورة من الصور، سواء في الأكل، في الشرب، في السهر كتير، أنت وكيل. كمان الإنسان وكيل عن حواسه، الحواس بتاعتك، خاصة النظر والأذن. أنت وكيل عما تراه، اللي بتشوفه،
اللي بتسمعه، بتجعل عينيك تشوف ايه؟ انت وكيل على كده؟ عشان كده ربنا على طاق جفون الجفن ده تغمضه وما تشوفش الحاجة اللي انت مش عايز تشوفها. والأذن أيضا ممكن شيء أسمعه لكن لا يستقر في أعماقي، عشان كده ربنا عمل الأذنين قصاد بعض، أسمع الحاجة عقلي يحللها، لقاها مفيدة يختزنها، لقاها غير مفيدة تطلع من الناحية التانية وتنتهي. وكالة سمعك يكون نقي. أيضا أنت وكيل ومسؤول عن فكرك، عقلك. هل عقلك ده بتغذيه كويس؟ هل بتملاه وتشبعه وترويه بما يفيده؟ أحيانا نقول كده فلان ده عقله فاضي، واحد فاضي، وفي واحد تلاقي عقله مليان شبعان مثقف قارئ عارف محاور. هل بتحفظ نقاوة عقلك؟ هل معتدل في فكرك؟ هل بتستفيد من تجارب الآخرين، من تجارب الشعوب؟ هل واسع الفكر؟ دي مسؤولية. أيضا وكالة، وهي يعني بيت القصيد في هذا المثل عن المال. عايزك تعرف أن الكتاب المقدس فيه أكثر من 2000 آية تتكلم في مواضيع مرتبطة بالمال، وده موضوع كبير قوي. وجعلوا السيد المسيح أن الموضوع المال ده هو قد يسقط فيه الإنسان حتى إلى العبادة، لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، إما الله وإما المال. وصارت دائرة المال دائرة تتحكم في حياة الإنسان بكل شكل ممكن. الوكيل وكيل عن المال. أيضا هناك مسؤولية ووكالة عن الوطن. عندما يحيا الإنسان في وطن هو مسؤول عنه، ومن هنا ظهر حق المواطنة في الشعوب وفي إدارة الدول، ظهر ما يسمى بحق المواطنة. وصار المواطن في دولة ما له حق وعليه واجبات. وكالة. وعلشان كده في الدول يقول لك، في الجرائم يقول لك خيانة الوطن، وخيانة الوطن تستوجب أشد العقوبة لأنه لم يكن أمينا. أيضا هناك وكالة عن البيئة، البيئة اللي بنعيش، الطبيعة اللي أوجدها الله. يعني على سبيل المثال في مصرنا نتباهى بنهر النيل، نهر النيل، ونهر النيل بالعظمة بتاعته بالتاريخ بتاعه، وإحنا الدولة الأخيرة دولة المصب، ولذلك إحنا كمصريين بنحب نعيش حوالين النيل، النيل شريان الحياة. وتكون المأساة عندما يسقط الإنسان في هذه الأمانة ويلوث النهر، يلوث نهر النيل اللي بنشرب منه، اللي هو سبب الحياة على الأرض، اللي هو سبب الطعام اللي بنأكله، هو سبب المصانع اللي بتشتغل، اللي بتستخدم المية، والمية بتدخل في صناعات، بل ربما في كل الصناعات. هل أنت إنسان أمين على هذه العطية البيئة؟ دي وكالة، وكالة للإنسان.
وما نقوله على البيئة نقوله على الطبيعة وثروات الطبيعة بصفة عامة. لما العالم دخل في الثورة الصناعية وابتدى يعمل مصانع كتيرة، والمصانع الكتيرة بتطلع غازات، والغازات دهيت فيها ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون لما ملأ الجو ابتدى يؤثر على ثقب الأوزون، وابتدى يؤثر على حرارة الجو، وابتدى يؤثر على الزرع اللي بنزرعه، وبقت الأمطار وهي نازلة تاخد وياها ثاني أكسيد الكربون تتفاعل ويا المية، تنزل أمطار حمضية، تقوم الأمطار الحمضية دي تأثر على النباتات اللي بنزرعها. تصور بنزرع النبات وبنرويه بأحماض، يطلع نبات هزيل وضعيف وربما فائدته تقل، ما هي دي مسؤولية. أيضا الإنسان مسؤول ووكيل عن جمال الطبيعة اللي بنقول عليها أحيانا البيئة النظيفة، لكن جمال الطبيعة يعني أنت مسؤول عن جمال الشارع وجمال البيت وجمال الكنيسة، الخليقة الجميلة التي أوجدها الله، وعينك لازم تتدرب على كده، أنت مسؤول. يعجبني كتير لما أم يبقى وياها طفل صغير وياخد كده بنبناية كلها، وبعدين الورقة بتاعت البنبناية هو في مكان مش عارف فيه باسكت ولا ما فيهوش، يوم يسأل ماما هي فين باسكت عشان اتعلم ارمي الحكاية دهيت في مكانها. يقولون الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة. الله خلق الريف بجماله، ولما تروح منطقة ريفية أو منطقة خضرة كبيرة تشعر براحة داخلية وتشعر بأمان، وتنطلق أفكارك. أما البيئة بقى اللي فيها فوضى وفيها زحمة وفيها ضوضاء وفيها تلوث، تحس كده كأنك في سجن كبير، وتحس كأنك مقيد، أنت مسؤول عن كده. من الحاجات الجميلة في بعض المدن يحط في البلكونة بتاعت البيت بتاعه يحط مكان للزرع، يقول له أنت بتشوف الزرع ده؟ يقول لك لا، ده أنا بحط الزرع ده عشان الجار اللي قدامي أول ما يفتح بابه أو شباكه يلاقي قدامه زرع. مدن كتيرة نراها في الخارج وربما في مصر بهذه الصورة. أنت مسؤول، وكيل عن كده. الأم مسؤولة ووكيلة في البيت أنها تخلي البيت رائع وتربي تربية الجمال جوه البيت. لو عدت أتكلم عن وكالة الإنسان هلاقيها أمر واسع جدا. ونعود للسؤال، ما هذا الذي أسمع عنك؟ وكيل الظلم عمل إيه؟ وكيل الظلم، وأرجوك تاخد بالك من التعبير، وكيل مفترض فيه أمانة، وظلم ما يمشوش ويا بعض. أول حاجة عملها أنه مبذر لأموال سيده، شخص مبذر. وممكن إنسان يبقى مبذر في الفلوس أو في المال، لكن أيضا ممكن يكون مبذر في أي حاجة تانية، في الطاقة مثلا، في نقطة المية. فهو كان مبذر في المال والمفترض أمانته. نمرة اتنين، وكيل الظلم ده تواطأ مع المديونين. تواطأ مع المديونين بتوع سيده. قال له تعالى، عليك كم لسيدي؟ قال له 100. 100 بس زيت، 100 لتر زيت. قال له طب هات يعني العقد اللي بيني وبينك واشطب على 100 دي وخليها 50. فده نوع من التواطؤ يتنافى مع الأمانة.
ده مش كده وبس، ده وقع في خطيه التزوير. ما هيقدم الورق ده لسيده، لكن الورق ده فيه تزوير. المية عملها 50 في ورقة، والمية عملها 80 في ورقة تانية، ودي مجرد أمثلة. هذا الإنسان الوكيل كان إنسانا ظالما، وكان إنسانا نصابا ومزورا ومبذرا. وتنطبق عليه العبارة محبة المال أصل كل الشرور. ويجي بقى الاندهاش هنا، هو ليه السيد مدحه؟ ليه مدحه؟ ليه أثنى عليه؟ هذا الوكيل تصرف بأمور تجعله ينال هذا المديح من المسيح. قال له مدحه لأن هذا الرجل له نظرة في المستقبل. يعني واحد بيفكر كويس، مش فكر عند رجليه. اسمع كده، لأن ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقبه وأستحي أن أستعطي. ما أقدرش أمد إيدي وأستعطي من الآخرين. فواحد بيفكر في المستقبل، في النقطة دي ينال المديح. كمان هذا الرجل تصرف بطريقة إدارية، وإن كان بلا أخلاق. يعني هو مدحه على التصرف الإداري ولم يمدحه على الناحية الأخلاقية. ده راجل حرامي. أقول لك زي إيه؟ زي بالضبط لما نيجي نمدح إنسان لشجاعته، نقوم ناخد من الأسد صفة الشجاعة فقط. وأنت يا فلان مثل الأسد، يبقى باخد بس الصفة دي، مع أن الأسد فيه صفات تانية. الأسد مثلا ملك الغاب، الأسد مفترس، الأسد حيوان وحشي. ما بناخدش الصفات دي، احنا بناخد شريحة. فمدحه إداريا لا أخلاقيا. كمان مدحه لأن هذا الرجل تمتع بذكاء، عقله يعني اشتغل. صح اشتغل في حاجة مش مظبوطة، لكن عقله اشتغل، عنده نوع من الذكاء. خلاصة الأمر أن سلامة حياة الإنسان يحكمها الاستقامة، يحكمها العطاء، تحكمها الأمانة، عشان الإنسان يبقى وكيل مظبوط. ولما يجي المسيح يقول لك أعطني حساب وكالتك، تقول له تفضل يا سيد، فتسمع إجابة جميلة قوي. يقول لك كنت أمين في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ولا توجد مكافأة ولا جائزة أفضل من أنك تسمع هذه الكلمات الأربعة أو الخمسة من فم المسيح شخصيا. يقول لك أدخل إلى فرح سيدك. دعوة. أحيانا الواحد تجي له دعوة كده، يحضر احتفال، يحضر مناسبة، لكن هذه الدعوة بفم المسيح الداعي لك. أرجوك أن تفكر. يقول لك المسيح كده، أنت كنت أمين في الحاجة القليلة التي في يدك، مهما يكون القليل ده، عشان كده أنا هدي لك جائزة ومكافأة. إيه يا رب؟ يقول لك هأقيمك على الكثير. قد يفترض القليل على الأرض والكثير السماء، في أحد المعاني يعني. وبعدين المكافأة الأسمى، أدخل إلى فرح سيدك. فتصور كده أنك توجد في الملكوت، وشعورك الداخلي أنك وجدت في هذا المكان بدعوة السيد نفسه. أي فخر وأي راحة وأي فرح وأي سلام.
أما الإنسان الذي يهمل في وكالته وينحرف فهو يعيش في خطايا الطمع أو الأنانية أو الاستهتار، حطها تحت مسميات كتير. هدي لك أمثلة سريعة كده. يوسف الصديق كان إنسانا وكيلا ناجحا، تعرض لمتاعب من إخواته مرة، من الإسماعيليين مرة، في بيت فوتيفار مرة تانية، في السجن مرة، لكن ظل وكيلا أمينا. وعندما تعرض للتجربة القاسية من امرأة فوتيفار كانت إجابته رائعة: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله؟ أصل أنا وكيل، وكيل عن أمانة نفسي وطهارة قلبي، أنا وكيل. وفي عبارات قداسة البابا الأنبا شنودة في أشعاره الرائعة لما يقول في قصيدة هوذا الثوب خذيه إن قلبي ليس فيه، تعبير أدبي بالغ العزوبة عن هذه الوكالة. هو أمين وإنسان وكيل، ما فيش حاجة تصرفه عن هذه الأمانة وهذه الوكالة، حتى الثوب ما فيهوش القلب. ولذلك نسمع أن يوسف الصديق كان رجلا ناجحا لأن الله كان معه، ويوسف الصديق هو الذي حمل الخير والبركة والعظمة في تاريخ مصر وفي سنوات المجاعة. أدي لك شكل آخر من أشكال الأمانة أو الوكالة. عندما أوكل السيد المسيح أمنا العذراء إلى القديس يوحنا الحبيب على الصليب: يا يوحنا دي أمك، يا عذراء مريم ده ابنك. وطبعا يوحنا هو الصغير يعني، فيوحنا يأخذ هذه الوكالة بمنتهى الأمانة، وهو الذي حمل قلب يمتلئ حنان، وأعطاه الله نعمة أن يكتب سفر الرؤيا. كان أمين، وكيل أمين، فأعطاه الله أن يرى رؤى ويسجل لنا ما رآه في الجزيرة التي نفي إليه. أيضا في سفر الرؤيا في بداية الإصحاح نقرأ عن ملائكة الكنائس: أفسس وسياتيرا وسمرنا إلى آخره. المهم دايما تقرأ كده ويقول الملاك، يقول له الله: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وجهادك، ولكن عندي عليك. هي دي بالضبط، ما هذا الذي أسمعه عنك؟ فمثلا في ملاك كنيسة أفسس يقول له: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أنت ابتديت وكيل كويس، ابتديت خدمتك جد، طب إيه اللي حصل؟ تركت محبتك الأولى. كنت في أول خدمتك أو في أول عملك ملتهب بالروح، طب ودلوقتي فين؟ حرارتك الروحية أين ذهبت؟ عندي عليك. ويقول له كده: ما هذا الذي أسمع عنك؟ فين حرارتك الروحية؟ فين نشاطك؟ فين اجتهادك؟ إلى متى تظل في انحرافك؟ أعطني حساب وكالتك. في نفس الإصحاح ده في إصحاح 16 تقرأ على الغني الغبي. الغني الغبي ده، وده تعبير قوي يعني في الكتاب، الله أعطاه أموال كتيرة وقال له: أنت وكيل على الأموال دي، لكنه سقط في خطايا الأنانية والطمع، وكانت النتيجة أنه عايز يهد مخزنه ويبني أعظم منها، وفي ليلة واحدة أعطني حساب وكالتك وينتهي كل شيء. الخلاصة يا أحبائي أن المال
يمكن أن يكون مصدر بركة وحياة للبشر، وليس في المال كثرته أو قلته، مش ده المهم، لكن ممكن يكون وسيلة من وسائل الحياة الناجحة. ولكن أيضا المال قد يكون مصدر فخ وهلاك للإنسان. في الحياة الرهبانية تقوم في أحد مبادئها على الفقر الاختياري، وإن كسر الإنسان الذي تكرس في رهبنة أو تكريس هذا الشرط انكسرت رهبانيته مهما تبرر بأي صورة من الصور. وقد يكون هذا فخ، وهو بالحقيقة فخ، يبان صورته كده إنه تحت أي مسمى، لكن يكون المال اللي في يده فخ يهلكه ويسقطه ويضيع نصيبه الأبدي. مهما تزي بزي ومهما ظهر أمام الناس ولكنه فخ، لازم الإنسان يبقى حذر منه. بتتعامل ويا المال إزاي؟ ده قصد مثل وكيل الظلم. لا يقصد كثيرا أو قليلا، لكن مقدار الأمانة اللي موجودة. بصفة عامة يقول لنا في نهاية المثل: أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. هذا المال الذي يجب أن تخدم به وأن تفيد به، وأن لا تسقط في خطية الأنانية أو الطمع أو الاكتناز. ومال الظلم ده المال الذي كان يمكن أن تفيد به آخرين، وإنك تقيم آخرين من عثرتهم، سواء الطعام أو الشراب أو السجن أو الألم أو المرض إلى آخره. احترس. وده اللي بيخلينا في الصوم الكبير نصلي في الطلبة: طوبى للرحمة على المساكين. وتلاقوني بستشهد بهذه المديحة باستمرار: طوبى للرحمة، الإنسان الذي يمتلك القلب الرحيم، على الإنسان المسكين بكل صور الاحتياج. إن أردت تدريب، ما ترجع البيت اقرأ لوقا 16 وحطه كده مقياس قدامك، وفكر في الأشياء التي استودعك الله لها، الحاجات اللي عطاها لك ربنا، نعم الله، مال أو غير مال. إن كانت أسرة أو عمل أو خدمة أو صحة أو منصب أو علم أو مسؤولية، فكر حاجات اللي عطاها لك الله، وحط أمامك هذا السؤال: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ وانتبه وقوم وصوب طريقك، علشان طريقك يكون واضح أمام الله وليس طريقا منحرفا مثل هذا الوكيل الظالم أو الوكيل الذي فقد أمانته، فقد الأمانة بتاعته في حياته. مثل وكيل الظلم وهذا السؤال: ما هذا الذي أسمع عنك؟ اجعله يتردد في قلبك وفي أذنك، وقبل ما تسمعه من شخص المسيح انت قول لنفسك، وانظر لعملك أو خدمتك أو المسؤولية اللي ربنا عطاها لك، وابتدي انتبه. وإن كان هناك قصور أو هناك انحراف أو هناك تقصير بأي صورة من الصور، انتبه لكي ما تصلح ذاتك وتكون إنسان وكيل أمين تستحق ذلك الصوت.
كنت أمين للقليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.